جامعة المنصورة، مؤسس بيت عليا جامعة المنصورة، قسم هندسة القوى الميكانيكية. أبدأ كلام بشكر باشمهندس إسلام ودكتورة شيماء وطبعا باشمهندس سليم على الكلام اللي هم قالوه، لأن ده طبعا هيكون البيزك الأساسية اللي أنا هبني عليها كلامي كله. دلوقتي حضرتك هتسمع كلام مش محفوظ، مش حافظ أي حاجة خالص. أنا أحكي لك اللي أنا اتعلمته أو اللي أنا عرفته. أنا هوصف لك المشروع كان عبارة عن إيه، تمام؟ المشاكل اللي قابلتني، وعلى فكرة المشاكل دي مش بتقابل الطالب بس، أي حد هيتبنى البيت سواء شركات أو مؤسسات هتقابله نفس المشاكل، تمام؟ عشان الموضوع يكون ظاهر مع حضرتك. طيب، إيه بقى مميزات المشروع؟ وإحنا استفدنا إيه؟ وإنت كطالب هتستفاد إيه؟ وإزاي ربطنا البيت بالذكاء الاصطناعي؟ كل الاساتذه الافاضل اللي قالوه هيتطبق فعليا، يعني وهتلاحظ شيء غريب جدا او ممكن يكون مدهش بالنسبه لك، ان احنا كطلبه مستوى محسوب، احنا كطلبه طبقنا البيت زي ما باشمهندس اسلام قال، اتكلمنا في الاستدامه وكمان دخلنا في الذكاء الاصطناعي. دي طبعا صور من المشروع بتاعنا، بدانا من رفع المساحات لحد ما انهينا وفنشنا المشروع تماما وكله طلب، تمام؟ طيب، وصف المشروع: انشاء مبنى كليه الهندسه بجامعه المنصوره بيوفر بعض المساحه للطلبه زي مدرجات، قاعات مؤتمرات او قاعات متعدده التطورات، معامل للغه، معامل للكيمياء. نكمل وصف للمشروع سريعا. عندي اربع مدرجات في الطوابق الثلاثي الاولى، كل مدرج بيتسع ل 200 طالب. معاملين الكيمياء في الدور الاول وفي الدور الارضي بس، وعندي معاملين في الدور الاول، معمل اربع معامل لغه في الدور الثاني، وعندي قاعات اجتماعات وصالات متعدده التطورات في الادوار الثلاث الثالث والرابع والخامس. طيب، جميل جدا. ده الوصف سريع. ايه المشاكل بقى اللي قابلتني كطالب وهتقابلك يوم ما هتيجي تحل ان انت تخش المجال؟ هتقابلك، روح لاي حد صاحب شركه قول له دخلت ضمن ايه المشاكل، وخد البي دي اف ده او خد الباور بوينت ده، وراجع على الكلام اللي هتشوفه هنا في اللي هو هيقوله لك، هتلاقي فرق بسيط جدا يكاد يكون غير محفوظ. اول حاجه ان هي تكنولوجيا جديده احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، احنا اول فريق في جامعه المنصوره او في مصر كلها او في العالم العربي يكون في الجامعه بتاعته فرع لمركز بيت اريبي اللي يعتبر افضل مراكز مهتمه بانتاج معلومات البناء في مصر والعالم العربي. ده اول حاجه، حاجه جديده مش عارفها، ما عنديش مركز في الكليه، ما عنديش حتى رحله. ما فيش زميل ليا قبل كده اشتغل عشان اقول له ساعدني. لما كنا بنخش مسابقه ركن قبل كده مثلا كنت بقول له بشوف حد دخل المسابقه قبل فبتعلم منه روح منه، ده كان الموضوع بسيط. الموضوع دلوقتي انت هتبقى هتقود الدفه والناس اللي وراك هتتعلم الحاجات اللي انت اتعلمتها. بعد كده توصل بالافراد المشروع، بمعنى انا كنت بتعامل في بعض الجمال مع قسم الكهرباء، قسم حاسبات، قسم اتصالات، عادي جدا. ده بتعامل ازاي مع مدني؟ طب مع عماره؟ انا ميكانيكا، اتعامل معاك ازاي؟ ما اعرفش. ما اعرفش انا اتعامل معاك ازاي اصلا. طيب، المفروض انت هتفيدني بايه؟ وانا هفيد حضرتك بايه؟ برضه مش عارف، اول مره تحصل. طيب، المشكله اللي بعد كده اكتب انجاز البن. بن اكسكيوجن بلان. حصل معانا مشكله ووقفتنا فتره وعطلتنا بسبب خطه انجاز البن، ومنها اتعلمنا حاجات مهمه جدا اللي فيه بعض الثوابت الاساسيه في تقنيه او في نماذج معلومات البناء. لو انت فوتت حاجه منها انت كده ضربت المشروع. مش كده وبس، انت ممكن تشتغل بينه وتاخد نتائج الكام. فانت علمتنا ان احنا بعض النقاط كده نركز عليها ونتعلم ان هي مهمه ما ينفعش نفوتها. ملف مركزي للعمل سنترال فايل، انا طالب، تمام؟ طيب، طالب مش شركه، ان انا عندي سيرفر ارفع عليه السنترال فايل بتاعي، كل مهندس ياخد لوكال الفايل منه يبدا يشتغل، نبدا نتواصل مع بعض من خلال المشروع. بمعنى ايه؟ انت عندك زي ما اساتذتنا بالكرام
تكرموا قالوا عندك مهندس معماري انشائي ام اي بي. طب خد بالك عارف ام اي بي الاختصار من ميكانيكال الكتريكال اند بلومينج. طيب ميكانيكال يجي تحتها الاتش باك، يجي تحتها الفاير فايتنج او الفاير بروتكشن، بيجي تحتها الميديكال جاز لو انت شغال في منظومه مراكز صحيه او خلافه. كل دول كل واحد من دول بيبقى عنده ليه المفروض دول طرفين شغال عليه. طب انا هجمع الجاز ازاي وانا ما عنديش سيرفر احط عليه السنتر الفايل بتاعي؟ دي كانت مشكله بالنسبه لنا. طب حليناها ازاي؟ عملنا حساب على جوجل درايف، رفعنا عليه البروجكت بتاعنا بنفس الايميل والباسورد، وزعناهم على الشباب اللي بيشتغلوا او التخصصات اصحاب التخصصات المختلفه سواء معماري انشائي الكتروميكانيك، جميع التخصصات اللي احنا اتكلمنا فيها، وبدا كل واحد يخش يحمل المشروع عنده ويشتغل. لا دفعنا فلوس ولا عملنا اي حاجه، وكانت مشكله واتحلت. بعد كده هنتكلم عن مميزات المشروع. اول مشروع بين الكامل في جامعه المنصوره، ده بنتكلم بحدود جامعتنا تمام. التعارف بين كافه التخصصات الهندسيه، ودي اول مره في ناس ما كانوش بيشوفوا بعض الا ايام اعدادي، احنا رجعناهم يقابلوا بعض تاني تمام. هنا معلش عندنا هنا وهم بصور وهم بيرفعوا المساحات بشكل عملي بحت، مفيش حاجه اسمها نظر، عملي بحت. رحنا المعمل خدنا الاجهزه ونزلنا اشتغلنا زي ما حضرتكم شايفين كده. طب الصوره اللي في النص اسف جدا للمره الثانيه رجعنا تاني اسف. الصوره اللي في النص دي كنا بندي محاضره عن البيب بشكل عام والبيب اكسكيوشن ده خطه انجاز البيب بشكل خاص تمام. في ملحوظه بسيطه عايز اقولها لحضراتكم، ان الناس اللي كانت موجوده هنا كان فيهم حاسبات اتصالات عماره ميكاترونكس ميكانيكا، كل اللي كانوا قاعدين قدامنا. طبيعي ممكن نقول طبيعي، بس اللي مش طبيعي ده ان احنا حضر لنا ناس ما بتقدرش تحضرها اصلا تمام. طيب نشوف اللي بعده. طبعا دكتوره الاستدامه في مصر واهميه الاستدامه والسستينابيلتي والجرين بيلدينج، كل العالم بيجري في هذا التراك او بيجري في هذا الاتجاه، احنا برضه ما فهمناهوش. قلنا لا لازم نخش كده شويه، انا ماليش دعوه بقى مين اللي طبق مين ما طبقش، انا عايز اشوف العالم شغال في ايه وانا اشتغل زيه، لان العالم بيجري في طريق الاستدامه، قلنا ما فهمناش دي، ولازم يكون لنا بصمه في الجزئيه دي. وكانت البصمه التانية قدرنا ان احنا نستخدم مراحيض ذات تدفق مزدوج بتوفر الميه. قدرنا ان احنا نعمل خزانات تحت الارض بنقدر ان احنا نخزن فيها ميه الامطار، نروي بيها الحدائق، اسف الاشجار اللي في الحديقه اللي ورا المدرج، بحيث ان انا ما استخدمش ميه صالحه للشرب او ميه صالحه للاستخدام الادمي، وبالتالي انا وفرتها تمام. في حاجه ثانيه اللي هو عملنا تهويه طبيعيه للمدرج، ومن الحاجات برضه تمام استخدمنا خلطات موفره للمياه تمام. عندنا هنا التهويه الطبيعيه للمبنى، ده جزء من المبنى اللي احنا اشتغلنا عليه فعلا، وعملنا ليه تهويه طبيعيه المكان اللي احنا لقينا نقدر نعمله تهويه طبيعيه فما احتاجش فيه مراوح. لان على فكره يا جماعه حته ان انا احتاج مروحه واركب مروحه في مكان، الموضوع بيبقى انيشال كوست، تكلفه شرائها، في عندك رانج كوست، رانج كوست تكلفه تشغيلها، غير بقى تكلفه الصيانه الدوريه وصيانه الاعطال الى اخره الى اخره. فلما اقول لحضرتك انا لغيت الميكانيكال فنتليشن وما ركبتش مروحه وركبت اشتغلت انا حاجه طبيعيه كده تماما، فده شيء كويس جدا مش سهل تمام. ده طبعا بشكل مبسط لمياه الامطار اللي احنا قلنا بنجمعها هنا دي الخزانات تمام، وبعد كده بنرفعها ببمب بنضخه ونبدا نسقي بيها الاشجار في الحديقه. طبعا هنا نظام صحي موفر للمياه تمام، ده طبعا شرحناه لحضراتكم. استخدمنا لمبات الليد لتوفير الكهرباء،
واستخدمنا في حاجة اسمها BMS Building Management System نظام إدارة المباني. طيب فوائد البيلو دي بقى مهمة وركز معايا بعد إذنك. طب الفوائد دي ما قرأتهاش في الكتاب حقيقة، يعني أنت لو دورت في الكتب تقريبا ما هتلاقيش كتب بتقول لك فوائد البيلو بالنسبة للطالب. الموضوع بيبقى معاك. طب الكلام ده جاي منين؟ جاي من الشغل العملي اللي احنا شفناه وطبقناه بنفسنا. طب أول حاجة أنا لسه ما قلتش الأولى يا باشا. التشجيع العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين افراد المشروع. تمام؟ ازاي ان انا اقدر اتعامل مع بتاع عماره، وازاي اقدر ان انا اتعامل مع بتاع كهرباء الى اخره الى اخره. ده انا استفدت لما اشتغلت في مشروع بيجمع كل التخصصات دي. تاني حاجه هي اكتساب مهاره التواصل والتفاهم. ازاي اقدر اتواصل مع الناس؟ ازاي مثلا انا اقدر اتواصل مع مهندس كهرباء؟ بمعنى انا حبيت اكيف المكان ده. طيب انا عشان اكيف المكان ده يا جماعه بحسب حسابات الاحمال الحراريه بتاعتي، بقسمها لحاجتين، بيبقى احمال خارجيه واحمال داخليه. طب الحمل الداخلي حجم الاضاءه اللي شغاله دي انا بحسبه عشان اختار جهاز تكييف زي ده يخلصني من الحمل الحراري اللي بينتج عن اللمبه. طب انا بجيب اللمبه منين؟ تمام؟ او قدراتها منين؟ او اعداد اللمبات اللي هتبقى موجوده عندي في المكان ده من كهرباء. تمام؟ طب بعد ما بعمل سيليكشن لجهاز التكييف اللي هو زي اللي انتم حضراتكم شايفينه ده، بعد كده بعد ما بعمل له اعمل له سيليكشن من الكتالوج، برجع تاني لزميلي بتاع الكهرباء وبقول له على فكره الجهاز ده قدرته كذا كذا وات، بحيث ان هو يعمل التوصيلات الكهربائيه بتاعته ويجهزه لي، بحيث ان انا لما اجي اركبه الاقي كل حاجه جاهزه للتركيب، ما يبقاش فيه عندي اي مشكله. اكتساب مهاره التعامل مع المشكلات. حضراتكم لما احنا جينا اتكلمنا وقلنا في البدايه ايه المشكلات اللي قابلتنا، في ملحوظه مهمه جدا عايز اقولها لحضراتكم، ان لو كان في مشكله واحده ما اتحلتش الموضوع المشروع ما كانش خلص. ما كانش فاتنا قدام حضراتكم دلوقتي، معنى كده ان المشكله اتحلت؟ اه، كان في مشكله واتحلت. دي حاجه برضو من المميزات اللي احنا اكتسبناها بشكل عملي. حاجه بعد كده معرفه اهميه التخصصات الاخرى بالنسبه للتخصصات. انا ليا زمايلي في عماره، تمام؟ طيب لما كنا نحب يعني نهزر مع بعض اقول له انت فخور ويقول لي انت بيجي، تمام؟ اسف جدا ليك واستهزر يعني. ده قبل المشروع وقبل ما اشتغل معاه، تمام؟ طب بعد المشروع بقى وبعد ما اشتغلت معاه بشكل مباشر بقول يا جماعه نجاح اي مشروع بنسبه 70% بيتوقف على الاعلان. ده من وجهه نظر الشخصيه. تمام؟ فكانت الفكره اختلفت تماما، وجهه نظري بالنسبه لزميلي اختلفت. ليه؟ لان انا بقيت معاه كده انا وهو في مركب واحده وشغالين مع بعض وشايفين شغل بعض، وشايف قد ايه هو بيتعب وقد ايه هو مهم بالنسبه للمشروع بتاعه، بالنسبه لتطبيق المشروع بتاعه. تمام؟ من فوائد الدنيا يا شباب ان انا ان انت تحط نفسك في بيئه بتكون بيئه كمحاكاه للي بيحصل في سوق العمل بالظبط. تمام؟ كمشاكل بتقع فيها تحلها او تعاون بتتم بينك وبين فريق العمل معاك في سوق العمل.